وهلا حديث البلد وقانون منع التدخين مع توني رامي ورانيا بارود. فيكم بحديث البلد رح يفرقع البارود الليله ولا رح اذا في دخان حد البارود دغري بغرش رح تبلش انتبه العروس بعدها جديده هلا انتبه. ابتداء من 3 ايلول الماضي دخل القانون 174 حيز التنفيذ وبموجبه منع التدخين بكل الاماكن العامه. اصحاب المطاعم والمقاهي اعتبروا هالقانون مجحف بحقهم واليوم عم بينظموا تظاهرات تعديله، بينما عدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني واقفين بوجه أي تغيير. توني رامي أنت أمين سر نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، رانيا بارود بغنى عن تعريف، أنت إعلامية لبنانية ونائبة رئيسة جمعية حياة حرة بلا تدخين وأصحاب مع توني، الجمعية اللي كان لها مساهمة كبيرة بإصدار هالقانون واليوم عم تتصدي لتعديله. رانيا رح نخلي توني يحكي أول شيء ونرجع نشوف شو رح يكون جوابك عليه. أوكي. لانه انا اكيد قعدت لك بالمرصاد هلا فراح نخليك تحكي اول شيء. توني رامي بتقول انه القانون خسركم حوالي 55% من ايراداتكم، مع العلم انه عدد كبير من المطاعم عندها تراسات والطقس بعده نسبيا منيح للقعده برا، هذا بالاضافه للمطاعم اللي استحدثت سقف وحيطين لتسمح بالتدخين. شو ردك على اللي بيعتبروا انه ال 55% خساره رقم مبالغ فيه ورانيا وحده منه؟ خليني بلش اول شيء وضح الصوره للراي العام. نعم. نقابه المطاعم مع قانون تدخين. نعم. مع قانون تدخين. منع التدخين. مع قانون منع التدخين. نعم. اللبنانيين من منعوا من التدخين. إنما روحية القانون وأساس القانون وعصبه هو التدخين السلبي. نعم. إذن في كتير دول شرقية وغربية. نعم. عدلوا قانونهم تحت روحية هيدي السبيريت. إذن نعم. ليش ما قلنا حق؟ نحن نعم. عايشين بمجتمع شرقي. نعم. وضعنا الاقتصادي متدهور جدا. نعم. هيدي أبشع سنة سياحية منذ الاستقلال. نعم. وضعنا السياسي تعيس جدا. نعم. وضعنا البيئي تعيس جدا. الأمني. وضع الأمني منكوب. نعم. إذا نحن اليوم بحالة لا يرسى لها السياحة بالأرض. نعم. نعتبر أنه القانون ما أجى بوقته. ولكن نحن فتحين بابنا للنقاش. نعم. ليش نحن اليوم بهاي البقت بهالوقت وبهالظرف وقانون ما أجى تدريجي، ليش ما قلنا حق بشوية تعديلات؟ عندنا مطبخ لبناني، عندنا تراث. نعم. وعندنا فولكلور وعندنا جلسة لبنانية. نعم. تاريخية. نعم. كنا حبينا انه يكون لطيف اكثر القانون شوي مثل هالجو اللي قاعدين فيه اليوم. رانيا قبل ما اعطيك الجواب، ميثم بتدخني؟ انا بدخن، ماني هافي سموكر بس بدخن. سيجاره وارجيله ولا بس؟ لا لا السيجاره هي الرفيعه. دكتور شي 8 كمان على الخفيف. على الخفيف. ميشيل انت وقفت التدخين؟ انا اعلنت على الهواء بالوقت بالقبل سوا مع رانيا. نعم. توني رامي انا مدخن. مدخن سيجارة وأرجيلة؟ لا أرجيلة لا سيجارة. سيجارة. رانيا بس تعليق. ممنوع حدا يدخن عنده بالبيت ولا مرته ولا أولاده ولا لا حدا. بالعكس أنا عندي سبيس مريح بالبيت بدخن منه ما أزعج حدا مثل ما مطلوب بالقانون. حتى بالبيت عم بتطبقوا ملتزمين بالقانون. صحيح. رانيا بارود. نعم. تعليقك على قاله توني رامي. نعم. أولا نحن منا أول بلد بيطبق هيك قانون. نحن البلد 103 بالعالم يلي بيطبق هيدا القانون حسب الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية. نعم. يلي ملتزم فيها لبنان. نعم. من سنة 2005. نعم. أنا بوافق كتير منيح مع أستاذ توني إنه الوضع الاقتصادي سيء جدا. ومنه هين وما كان هين علينا أبداً أنه نطبق هيك قانون بهيك وضع اقتصادي.
ولكن يعني التزام أصحاب المطاعم والمقاهي ونقابة المطاعم والمقاهي بهيدا القانون ساعد على تطبيقه، وهون بوجه لهم التحية والشكر بهيدا الإطار. أنت بتوافق على المعادلة أنه تطبيق قانون منع التدخين خفف من إيرادات أو خفف يعني من مجيء الزبائن إلى المطاعم؟ نعم. خلينا أقول لك عندي هون كمان دراسة، هذا غير مطاعم الأرجيل، يعني عم نحكي على المطاعم عامة. عندي دراسة هون من جريدة السفير صدرت نهار الجمعة الماضي، بتقول إنه قطاع الألبسة الأسواق التجارية بلبنان خفت إيراداتها 90%. طيب هودي ما في دخان، أنا بعلم بجامعة خاصة، اليوم كل الجامعات الخاصة بلبنان بأكتوبر كان عندهم 40% من التلاميذ أقل من سنة الماضية. طيب هون كمان ما في دخان، يعني في وضع اقتصادي متردي عم ينعكس على جميع القطاعات. بالدخان، هلأ الدخان معروف بكل أنحاء العالم أنه أول شهر لشهرين في نسبة تتدنى من 4-7% ماكسيموم، ولكن تعود وبترجع بتطلع. مشان هيك لما المطعم بيعمل أو أي مؤسسة بده يعمل البيلان، ما بيعملوا على شهر ولا على شهرين، بيعملوا على سنة كاملة، بيشوف خلال سنة كاملة إذا هو ربح ولا خسر. يعني يمكن المدخنين مثل ما قلت أول فترة يتمنعوا، بعدين بأول على آخر بدهم يظهروا، بدهم يتغدوا، بدهم هيك بيلتزموا، اللي بده يدخن بيطلع بيدخن سيجارة برا وبيرجع بيدخل. اليوم أصحاب المطاعم عم بيطالبوا بقانون ليبرالي اختياري، كل مطعم بيختار على أساسه إذا بده رخصة تدخين أو لا، وما بيحصل على هالرخصة إلا إذا التزم بشروط قاسية مثل منع دخول القاصرين وتأمين نظام تهوئة بحسب المعايير العالمية ودفع رسم مالي على كل متر مربع بالمطعم. أنتوا نظمتوا الأسبوع الماضي بنقابة الأطباء مؤتمر لا لتعديل القانون 174، شو مشكلتكم إذا تعدل القانون حسب هالشروط؟ أوكي. بالمؤتمر بنقابة الأطباء كان في 17 نائب ورئيس اتحاد، كان في 5 رؤساء جامعات كبيرة عم نحكي كانوا حاضرين شخصيا، يعني رئيس جامعة الجامعة الأمريكية، رئيس الجامعة اليسوعية اللبنانية اكسترا، فإضافة لـ100 ممثل عن الجمعيات الأهلية. شو كان اعتراضكم؟ كانوا كلهم عم بيقولوا لا لتعديل القانون، لأنه أي تعديل لهالقانون ما رح يوصل للنتائج المرجوة يلي نحن أساساً لما كنا عم نطالب بهيك قانون كنا حاطين هدف قدامنا. الهدف هو أنه لبنان بسنة 2020 يعطى نسبة الأمراض السرطانية وال الأمراض القلبية بنسبة 25%، وأنا أكيدة أنه اليوم لما بحط هيدا الهدف قدام توني أو قدام أصحاب المطاعم يلي هن مش بس أصحاب مطاعم، هن أباء أيضا، أكيد رح نحط إيدنا سوا، ولو كان في خسارة على أول شهر وشهرين يمكن بده يقولك بس بدنا نضاين لل 2020. هذا اللي عم بقوله. لا أنا أقولك أحسن منك، نحن منوافقك 100%، والسياحة بتتشكرك على هالمبادرة، بس نحن 100% عم نحكي صراحة، ولكن نحن طموحنا نكون مثل قانون فرنسا اللي بلش بال91 ميديوم بان سيكسيون فيمار ونون فيمار، بعد 3 سنين صار في بارتيسيون فيمار ونون فيمار، وصار توتال بان بال2002. اذا انتو شغلتكم تاخذوا الترند صوب الغير مدخنين، ونحن شغلتنا نساعدكم بالسياحه تدريجيا انه نقفل على القانون ندفي تنوصل لتوتال بان بعد فتره زمنيه. اذا جايين 17 نقيب وميت جمعية تحكوا عن قانون لا يعدل، نحن 155 ألف عامل، نحن استثمارات بالمليارات، نحن 12% من الدخل من الكم، شو بتريدوا نعمل بعمالنا؟ ليش هالتشدد؟ ليش هالتشدد؟ ليش هالتشدد؟ تدريجيا كل شيء بيصير. إذا ابنك مدمن على الكحول ندفي بتعلميه وقت على الكحول، ما بتجي بتقشطي الكاس ضربة واحدة. نحن مع قانون منع التدخين يا جماعة. التشدد نحن صرنا عم نتساءل إنه ليش هالتشدد بصراحة؟ ليش هالذبح؟ صح. نحن بنتأسف اليوم وبنستغل هالفرصة تنعزل البودابار اللي هو أساساً ما سكر بسبب التدخين، سكر بسبب الوضع بالوسط المدينة، ولكن آخر شهرين عمل دروب إضافي 50% بسبب قانون منع التدخين. رانيا ليش
ما بتعملوا نقله تدريجيه. اوكي. اخذ اكزامبل فرنسا استيستوني. بفرنسا بلشوا قبل بكثير من اتفاقيه منظمه الصحه العالميه بالتسعين، اتفاقيه اجت بال 2005، لانه باعتقادهم مش بدهم يبلشوا بشكل تدريجي، باعتقادهم كان انه اذا فصلوا المحل معناتها خلص هن بيحموا غير المدخنين. تبين مع الدراسات انه لا، بعده الضرر هو ذاته اذا قسمنا المحل. مشان هيك بال 2005 طبقوا هيدا القانون مثل ما اجى بالاتفاقيه الاطاريه، لانه كانوا عم يعملوه مثل قلتها، يعني اكيد مثل قلتها، لانه اذا ولعت سيجاره باخر المحل بعد دقيقتين بصير كل المحل ملوث. نحن بناء لطلب نقابة المطاعم انعطت مهلة سنة. لا هيدا انعطت مهلة سنة، نحن كنا ضدها. مش بناء على طلبنا اكيد. اوكي. انتم كنتوا عم تطلبوا بلا بمهله لتطبيق هذا القانون، بمهله بتدريج مش سنه، بمهله انعطت مهله سنه. بهيدي السنه من 2011 لل 2012 ما عملتوا ولا تدريج يا استاذ توني، نحن ما عملتوا ولا اي خطوه تدريجيه حتى تكونوا عم بتطبقوا القانون ب 3 ايلول 2012 كانت منعطات هيدي المهله، علما منى انه نحن ضد هيدي المهله، لانه لبنان من اعلى نسب المدخنين بالعالم ومن اعلى نسب الامراض السرطانيه من جراء التدخين بالعالم. عندنا 3500 لبناني بيموتوا كل سنه. ما فينا نروح بهيدا التدريج. استاذ توني، بعد بتقول انه بعض النواب كانوا داعمينكم مثل النائب نديم جميل، بس كلهم صاروا ضد تعديل قانون التدخين لانه في حدا عمل لهم غسيل دماغ باشاره للمنظمات اللي بتنتمي لهم الزميله رانيا، وبتقولوا انه اليوم رح تدعو لتظاهرة جديدة. قديش عندك أمل أنه هالتظاهرات رح يوصلوا لنتيجة؟ بدي أخبر شغلة بس. نعم. توجه برسالة لأصحاب المعالي والسعادة. نحن القطاع السياحي منه مدخل للتدخين. مدخل للتدخين هي الجامعات والمدارس. نعم. إجوا هالجمعيات كبوا الطابع عنا وكأنه المؤسسات السياحية هي مقابر جماعية أو هي أساس التدخين. لا، لازم تعملوا حملات توعية بالمدارس والجامعات. لازم تبلشوا كنتوا من سنتين ثلاثة تغلوا سعر الباكي وتحطوا هالادفرتايزنج المضاد، وندفي ندفي بتاخدوا البدكوني لطالما نحن عم نقلكن نحن مع القانون. اجوا عند هالنواب قالوا لهم الكلفة الصحية كلها على السياحة، ليش الزبون قديش بقضي من وقته بالسياحة؟ 1-2-3% من وقته ما بيدخن بالسيارة أو بالبيت أو بالمدرسة أو على الطريق، كل شيء على حساب السياحة، معطرة هالسياحة شو بدها تحمل؟ هي المنفذ الوحيد اللي بيقدر. على كل حال رانيا طلب منا أستاذ توني قبل ما يجي على البلاتو إنه نحضر لك غنية كادو منه لإلك. رداني دم باكينا على السلم هم تحريقيني ميشيل، انت شريك بمطعم بيقدم ريجيل؟ نعم، هو فرعين، يعني نعم. سبوت كافي انتلياس وسبوت كافي لومول. نعم. انتلياس كان فيه ريجيل منعت طبعا، لومول لا ما فيه دخان. نعم. بكل اللومول يعني بكل المول. هلا سبوت نقلت حصتي انا بعد الخبريه من سبوت كافي انتلياس، نقلت حصتي زتها باللومول لانه ما في دخان. خفت تنضرب اقتصاديا وماديا. مش لانه انت مبدئيا انا ضد الدخان. ضد الدخان، بس القانون اجى بوقت كمان انه انا عندي مطعم، انا بدي استفيد بالنهايه لو ضد الدخان. نعم. وانا ما بدخن. رانيا هديتها هالغنية مشان هيك هي كمان اتفقت معنا وبدها تهديك هالبلاير، بس حتى تقدر تحضره بدها تطلب منك رانيا انك تطلع بالكاميرا وبس تضوي احمر بتقول بلاير باسم. تطلع بالكاميرا وبس تضوي احمر بتقول بلاير باسم. بلاير باسم. منبدا وصفتنا بالقطران يلي بيهرب منه جرادين والحياه، منضيف فوق رصاص يلي بيطلف موتور السياره، منزيد مواد تحنيط الموتى، شويه مساحيق تنظيف الحمامات، نفحه قشب مول كاميونات، وسموم حسب الطلب. تفضل استاذ. اهلا وسهلا. هيدا هو السم يلي البعض عم بيطالب بتعديل القانون كرماله. احموا القانون 174. توني رامي، اليوم الشخص المخالف
عم بيدفع 135 ألف ليرة، يعني حدا عم يدخن بمطعم، وإدارة المطعم بتدفع مبلغ ببلش بمليوني ليرة وممكن يوصل للحبس 3 أشهر. مين بينحبس بهالحالة؟ مدير المطعم؟ صاحب المطعم. صاحب المطعم. قديش بلشت تطبق؟ إن شاء الله بيوسعوا لنا الحبوسة برومية، بتعرفي الحضارة يا ريت كنتوا كمان معنيين وتدفشوا غير جامعيات حتى ينظموا السجون. ممنوع الدخان بالحبس؟ ولكن لا، برومية فيك تدخن. حابين الحبس جمعياً يعني. نعم. إذا بقى الوضع هيك بنفضي الحبس الرومي أحسن من ما نوقف على باب البنوكة ونطلب قروض حتى نقدر نسدد. نعم. لعملنا آخر الشهر. نعم. رانيا، دعوة اليوم توني أنه نجي نحط إيدنا بإيدكم ونفكر بشي مربح وصحي وبيعطي نتيجة غير الأرجيلة يلي مثل ما شفنا بسبوت هي سم لحاله. أنت بمطعمك توني أرجيلة أرتفشل، أرجيلة أرتفشل مثلا. لا، في شيء أحسن رح تنبسط فيه منى. في بعض المطاعم بلشوا يقدموا المتة. هيدي المتة. المتة شغلة مفيدة، يعني مفيدة للجسم. ساعتين ثلاثة بالمطعم، مفيدة للجسم، بتكلف قليل وفيهم يربحوا منها. مفيدة للكلاوي، مفيدة لك دكتور، يعني لازم تكون. ففينا نفكر بأفكار بديلة عن الأرجيلة، لأنه أنت ما بتقدم أكل مصمم بمطعمك. بدنا من فارس كرام يعملنا بمبيجة. ريتني قرعة متة، بس يا ريت تعمل لي قرعة وفيها البمبيجة. رانيا بارود وتوني رامي، بنشكركم على وجودكم معنا ليلى على أمل الوصول لقانون بحافظ على صحة المواطن وما بيستفز يمكن القطاعات الاقتصادية. ميثم ومجد، يعني مرحبا لك دكتور كل الوقت. حاسين بدكم تظهروا ليه؟ بدكم تدخنوا سيجارة على هالخبرية؟ مش حرقنا من تاني نروح على النعاسة. شكرا كثير توني رامي، شكرا رانيا بارود، العرسان ميثم نحاس ومجد معوض، ألف مبروك عن جديد، وإن شاء الله بنرجع بنلتقيكم كلكم ويكون في حل كمان مناسب للجميع. شكرا لوجودكم معنا. شكرا.